مشاهدينا، وللموضوع الحديث عن موضوع ارتفاع درجات الحرارة ينضم إلينا مباشرة من بغداد الأستاذ عامر الجابري، مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية. أستاذ عامر حياكم الله في طبعة اليوم، وبداية حدثني، هل فعلا يستمر ارتفاع درجات الحرارة يعني كما صدر من الهيئة إلى ما بعد منتصف أيلول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله الصباح، صباح جميع مشاهدي الكتاب الكرام، سيدي العزيز. لا حقيقة احنا يعني منتصف شهر أيلول هذا احنا نعتبره فوق المعدلات العامة. احنا حقيقة في ارتفاع درجات الحرارة كانت مستمرة منذ بداية شهر حزيران لحد شهر آب، ولكن كانت حتى في منتصف شهر آب كانت درجات الحرارة فوق المعدلات ما وصلت الخمسين، ولكن بعد المنتصف وصلت الخمسين. واحنا يوم امس اكيد قدمنا تقرير خاص من قسم التنبؤ الجوي يشير الى انخفاض في درجات الحراره اعتبارا من هذا اليوم، يعني في جميع مناطق البلاد، يعني بصوره عامه. يعني اليوم العاصمه بغداد المتوقع هي 44 درجه مئويه، اما باقي مناطقنا الجنوبيه يعني اليوم سجلت تقريبا من 45 إلى 49 درجة مئوية، رغم ما يوم أمس كانت بعض مناطقنا حتى يمكن محافظة نيسان بيقار كانوا مسجلين 50 درجة مئوية. تقريبا بدأ الانخفاض النسبي في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد ويستمر إلى نهاية هذا الشهر إن شاء الله. أما مثل ما نوه البعض يسمع بأن تنتهي الصيف في شهر أيلول، احنا دائما ما نتابع بين حتى تقريبا الربع او النصف الاول من شهر المنتصف الاول من شهر ايلول، نتابع دائما نشوف درجات الحراره تبقى نوعا ما، ولكن ليس بما تسجل في الاشهر الثلاثه حزيران تموز اب اللي دائما ما تتفاعل مع تعمق المنخفضات الموسميه الحراريه. طب الاستاذ عامر الجابري مدير اعلام هيئه الانواء الجويه، شكرا جزيلا انضمامكم لطبعه اليوم.